بظن انه يعني كتب كتير كتير عن سيد غسان ورح ينكتب اكتر بعد، وقد ما ينكتب عن سيد غسان صعب كتير واحد انه يلم بهالموسوعة المعرفية الضخمة هيدي وهالقيمة الكبيرة اللي فقدها لبنان. يعني بين ردود الفعل اللي شفتها وبين اللي انكتب واللي رح ينكتب بعد، سواء بالنهار ولا بغير النهار، بالابحاث، بكل شيء رح شوفه بعدين، بظن انه صار في بلبنان شيء يعني عند اللي يعرفوا كتير منيح شو قيمة غسان التويني، شيء مثل بانيك، يعني شيء مثل الرعب انه لبنان بطل بلا غسان التويني، صار بلا غسان التويني. هذا شيء بخوف، فعلا بخوف، اولا للشخص بحد ذاته، القيمة الضخمة الكبيرة اللي هي يعني اوسع من مداركنا نحن، قد ما نحاول نلم فيها نحن تلاميذه واللي تنشأنا عائده، أجيال، أجيال قديمة وأجيال مخضرمة وأجيال جديدة وشابة، قد ما نلم فيها حنضل كتير مقصرين، ما رح نقدر يعني نحيط بهالمحيط المعرفي اللي اسمه غسان التويني. بالنسبة للناس العاديين اللي ما بيعرفوه، يعني بيعرفوا بيقروه بيشوفوا على التلفزيون وإلى آخره، واللبنانية يعني العمومة رح يشوفوا قدامهم لبنان يعني ما في قيمة كبيرة هيك بقى تعبيرهم عليهم أو تطمنهم إنه هالبلد بعده بيستنبط ناس من هالنوع، رجال بهالقيمة، رجال بهالقوة، رجال بهالكبر هيدا، ما بقى فيه. بعتذر يعني، بس أنا ماني شايف غير هيك بهالبانيك اللي شفته بهالأربع خمس أيام اللي أعقب وفاته. بالتالي يعني في إرث ضخم جدا جدا على النهار وعلى كل الإعلام والصحافة وعلى كل الاستابليشمنت السياسي كمان بالبلد، السياسي الوطني، ما يسمى السياسي بس هو وطني لازم يكون، انه شو فيكم تقدموا لهالأجيال الشابة تطمنوها انه شي اللي كان بجسده غسان التويني ما راح يروح من هالبلد. يعني مش مفروض انه يروح شقفة كبيرة من لبنان مع غسان التويني، لانه غسان التويني ما كان عم يعمل مشان هيك، كان عم يعمل مشان انه يضل كل اللي عمله بلبنان ويفرخ شيء اخر، مش بضروري يفرخ ناس مثله، لانه من النادر انه يطلع رجال بهالمستوى بهالقيمه بعد بهالزمن هيدا الضحل بكل العالم مش عندنا بس. يعني تراجع العالم كله عم يهبط، كله عم يتراجع، بس على الاقل في قيم كبيره يعني بينبنى عليها البلد، بينبنى عليها الوطن، في هيدي اشتغلوا غسان التويني. اهم شيء انه هالارث هيدا، الصدمه الضخمه اللي عملها بوفاته غسان التويني، انه تتوظف بالفكر، بالمعرفة، تتوظف بالإيمان بهالبلد، بالسير الشخصي، الشجاعة الهائلة، الإيمان اللي جسده رجل يعني وصف بأيوب هالقرن هيدا. هيدا شيء مش ما كان يعني شيء من القداسة أو شيء بمقدار، ما كان شيء إيماني ضخم جدا نحن ما عم نقدر نلم فيه، على الأقل بيعلمنا بمسيرتنا الشخصية. بتأمل إنه هو يعني علمنا إنه ولا مرة كان يئس، ولا مرة كان يعرف التأفف، ولا مرة كان يقول آخ، ولا مرة يعني رجل جرب كما لم يجرب رجل من قبل، كما لم يجرب إنسان من قبل، ما وجع ولا مرة ما قال آخ، ما تأفف. هذا شيء إيماني فوق طاقتنا نحن العاديين الضعاف اللي ما بنعرف إلا نتعلم، بس مهم نعرف نتعلم، على الأقل إنه نعرف نتعلم منه الشيء اللي تركه هو كبير كبير كبير. فأمل كبير خصوصي بهالشباب، مشان هيك بتطلع بالشباب تبع النهار، الجيل الجديد فتح لي عيني عليهم اكثر من اي مرحله مرقت من قبل. وبقولها بصراحه لاول مره، اول شيء يعني اول مره صرت اطلع على الشباب بالتطليعه اللي عم شوفهم فيها هلا بعد ما توفى سيد غسان، لما كان ايمانه كبير بهالنوع من هالبريء تبع الشباب، صرت هلا عم بتامل فيه وعم بتامل فيه اكثر واكثر، ان مهنيا وان انسانيا وان وطنيا. إن شاء الله يكون هيدا اللي زرعوا فينا سيد غسان، يعني حتى نقدر نستاهله بعدين، نستاهل هالبلد.